سلام الله عليكم الإخوة الأخوات، معكم عثمان برسونا من جديد في موضوع جديد. خوتي خواتاتي كما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. إخوان الأخوات اللي يشاهدونا لأول مرة، ما تنسوش تسجلوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. خوتي كاين ثلاثة الأخبار جد مهمة لنهار اليوم. كاين رحلة غدا إن شاء الله من مدينة برشلونة في اتجاه المغرب، اللي غادي يكونوا 200 د الناس اللي غادي يسافروا في هذه الرحله هذه. المجموع د الناس اللي مسجلين في القنصليه في القنصليات الكتالونيه اكثر من 750، وفقط غادي يمشيو 200 د الناس غدا ان شاء الله، واللي غادي يمشيو هما اللي مسجلين في القنصليه اخوتي. وهو نداء كذلك الناس اللي مسجلين في القنصليات وعندهم غرض يهبطوا للمغرب يتسجلوا في القنصليات. الرحله غادي تكون غدا ان شاء الله في 10 الصباح. كذلك كاين اعلان رئيس الحكومه الاسبانيه السيد بيدرو سانشيز على فتح الحدود مع دول الاتحاد الاوروبي نهار 21 يونيو باستثناء البرتغال. كذلك هناك توضيحات يعني وتغييرات بالنسبه لعمليه مرحبا اللي غادي تكون، هما قالوا 15، الحقيقه غادي تكون 4 يوليوز. وكاين اخوتي ترتيبات لهذه العمليه هذه، يعني خليكم معايا باش نشرحوا كل شيء بالتفصيل، وخليكم معايا دائما يا العالقين. كيبان لي دابا كانش الموضوع على العالقين والو، يعني وكيبان لي نهار اللي غادي يتسالى العالقين نتمنوا من الله انه يتسالى في اقرب اجل. كيبان لي نهار غادي يتسالى صافي ما غاديش تبقاو تعقلوا عليا، غير كنضحك معكم خوتي. بقاو معايا نشرحوا هذا الشيء هذا بالتفصيل. على بركة الله نبدأ بالموضوع بالرحلة المخصصة نهار الغد للإخوان والأخوات اللي كانوا عالقين هنا في منطقة كاتالونيا، واللي كانوا مسجلين في القنصليات المغربية بالمدن ديال خيرونا ليريدا طرقونا برشلونة. تمت المنادات على 200 د الناس، وتعطات الأولوية الكبار السن، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، والناس اللي عندهم الأطفال. فقط الناس اللي مسجلين في القنصليات اخوتي اللي عنده الغرض يهبط للمغرب من الاخوان، كنهضر على الاخوان العالقين، الناس اللي جاوا بالفيزا، فقط اللي جاوا بالفيزا. بزاف الناس كيسولوني كيقولي اللي عنده الوراق وهذا وباغي يهبط للمغرب منو اخوتي، فقط الناس اللي جاوا فيزا هنايا واللي بقاو عالقين هنايا، يعني قبل 13 مارس من قفلوا الحدود. فقط هاد الناس هادو، لان هاد السؤال هذا كيتكرر بزاف. وكما قلتكم الرحله غدا ان شاء الله في 10 الصباح 200 د الناس. المجموع ديال الناس اللي مسجلين هنايا في هاد الجهه كاتالونيا اكثر من 750، وفقط تختاروا 200 واحد اللي غادي يكونوا غدا في 10 الصباح في مطار برشلونه. ما يمشي حتى شي واحد المطار، لان تمت المنادات على الناس اللي غادي يمشيو كاملين راه اتصلوا بهم، لان كاين بزاف الناس كيسمعوا باللي كاينه الطياره في الساعه الفلانيه كيمشيو للمطار. هادشي هذا راه وقع في مالاغا وقع في مدريد، كنأكد عليكم اخوتي. فقط الناس اللي تمت المنادات عليهم وراهم مكمولين، الاخبار اللي عندي راه مكمولين 200 الناس فقط، والمجموع 750 واحد. الناس اللي مسجلين وما تمتش المنادات عليهم، هذا ما كيعنيش باللي هما ما يمشيوش، غير الرحله باقي الرحلات القادمه باقي ما كاينش التاريخ ديالها اخوتي، يعني التاريخ الى اجل غير مسمى. ولكن اللي خصو تقدر تكون من دابا اسبوع، من دابا 15 يوم، الله اعلم. لحد الساعه باقي ما كاينش تاريخ لرحله اخرى. وكما سبق لي قلتكم قررت الحكومه الاسبانيه انها تفتح الحدود ديالها مع دول الاتحاد الاوروبي ابتداء من نهار 21 يونيو، يعني هذا الشهر هذا، باستثناء دولة البرتغال اللي غادي تفتح الحدود ديالها معها حتى نهار 1 يوليو. وابتداء من غدا يعني كاينه واحد رحله تجريبيه للسياح الالمان في اتجاه الازلا ديال مايوركا، الجزيره ديال مايوركا. وكذلك مقرر انه يدخل 11000 سائح فقط من ألمانيا اللي غادي يمشيو لمايوركا،
وهاد الرحله ديال نهار الغد غادي تكون تجريبيه كما كيقولوا هما. كذلك اخوتي واللي هو جد مهم، اسبانيا يعني كتعلن فتح الحدود ديالها مع المغرب، مع المغرب اخوتي نهار، هذا خبر ديال نهار اليوم، نهار 1 يوليوز، يعني نهار 1 في شهر 7 اسبانيا غادي تفتح الحدود ديالها مع المغرب، يعني نهار 21 مع دول الاتحاد الاوروبي ومع المغرب نهار 1 يوليوز. هذا خبر جديد اخوتي، هذا عاد قالوه اليوم. ومن هذه القضيه هذه نمشيو لعمليه مرحبا اللي عندها علاقه بفتح اعلان الحكومه الاسبانيه على فتح الحدود ديال مع المغرب. المغرب كما شفنا وزاره النقل يعني عملت واحد البرنامج واللي نزلاته، انا غادي ننزل لكم حتى هنا هنايا، اللي فعلا كاينه عمليه مرحبا ولكن ماشي بحال الاعوام السابقه، غادي تكون شويه معقده اخوتي، لان اصلا يعني التذاكر او بيتيس غادي تشراو من الانترنت. الناس اللي خصهم يسافروا خصهم يعني يدوزوا الطبيب واش فيهم الوباء او لا ما فيهمش، يعني كنا مخصصين فقط 23 باخره لهذه العمليه هذه. انا غادي نقول لكم الاماكن اللي غادي او الموانئ اللي غادي يمشيو لهم هذه البواخر. المجموع اخوتي 23 باخره اللي غادي تكون 10 مخصصه الميناء طنجة المتوسط في اتجاه الخزيرات او العكس صحيح، الخزيرات في اتجاه طنجة كاينه 10 بواخر، طنجة المتوسط في اتجاه موتريل كاينه باخره واحده، طنخر المدينه في اتجاه طريفه كاينه 4 البواخر، الناظور الميريا كاينه 2 البواخر، الحسيمة موتريل كينا باخرة واحدة، طنخر ميد يعني الميناء المتوسط برشلونة كينا وحدة، وطنخر ميد كذلك برشلونة جنوة كينا ثلاثة، وطنخر ميد برشلونة سات الفرنسية كذلك كينا ثلاثة، والناظور سيتي برشلونة كينا وحدة خوتي. هادو مجموع البواخر اللي كاينين في هاد عمليه مرحبا، فقط 23 باخره واللي غادي تكون بزاف. يعني قلت لكم خرج هاد البرنامج اللي نزلته وزاره النقل. كذلك غدا كاينه يعني جلسه اللي بين وزير الخارجيه ووزير النقل اللي غادي يزيدوا يعطيو تفاصيل يعني اكثر دقه في هاد الموضوع هذا ديال عمليه مرحبا. هادشي هذا كله مزيان اخوتي. المهم انا بدي نصي كلشي كيقول بلي، وحتى الحكومه المغربيه راه فكرت بلي من بعد هادشي اللي نايض كامل ماشي الناس كاملين غادي يهبطوا للمغرب لعده اسباب اخوتي. كذلك اخوتي يعني الموضوع اللي عنده علاقه بموضوع هذا هو الاخوان والاخوات العالقين في سبته ومليليه اللي تنساو اخوتي. يعني غادي نقول لكم كيدوزوا اصعب او اكفس الايام ديالهم في حياتهم والله العظيم بالله، لان عندي اتصال بهاد الناس هادو. كما كنعرفوا البلديه ديال سبته شدت ديك البابيون، يعني ديك البلاصه اللي كيلعبوا فوتبوصالة وهذا، يعني صافي من داز هاد الكونفينامينتو يعني غادي يحتاجوا هاد الملعب ديالو، الملعب ديالهم يعني باش يعاودوا يمارسوا هاد اللعب اللي كيلعبوا في هاد الملاعب هذه في هاد البابيونيس هادو. وهاد الناس مساكن داوهم نترخال يعني واحد البلاصه اللي فيها الخزاين الماثينيس تما، والناس كاملين جمعوهم مساكن تما في ديك لوس الماثينيس. وهاد الناس هادو كيقولوا باللي هما ما غادي يحتاجوا ني طائرات ني بواخر ني والو، وسمحوا فيهم لا هما ولا الناس المليليه اللي الصراحه حتى شي واحد حتى هاد الناس هادو لا حنا ولا هاد الناس ما فاهمين حتى شي حاجه في هذا الموضوع هذا. لان صافي علاو يدهم كيقولوا بلي سمحوا فينا هاد الناس. اش غادي نقول لكم، كنتمنى انهم عاوتاني يجددوا الرحلات وما كاين رحلات في الحقيقه، وما هاد الناس هادو يقدروا يدخلوا غير على رجليهم.
وهاد الناس هذوك يقول لك بان المدينه يعني معروف يعني جايبه اسابيع باللي ما فيها حتى شي حاله، راه هاد الناس هادو ما فيهم ني وباء ني والو، ما محتاجينش حتى ان الدوله يعني تخسر عليهم باش يمشيو يدوزوا الحجر الصحي ولا هذا، فقط انهم يدوزوا التيست وهم مستعدين يخلصوا ديك التيست. هادشي اللي كيقولوا هاد الناس ويدخلوا عند وليداتهم، لان الصراحه هادو هما الناس اللي بقاو فيا انا بزاف، هما هاد الناس اللي في الباب مساكن، هما في الباب ما غادي يحتاجوا حتى شي حاجه، ولكن هادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى انني نكون زعما فيتكم بهاد المعلومات اخوتي. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.